سلام شباب، اليوم هنتعلم طريقة تربية عمرة الديب دروب الجديدة. هاي بيجي فيها صنارتين على الشنب، صنارة على هالمال صنارة على هالمال، والخد بيناتهم. هلا يا شباب، قبل ما نبلش، تفاعل على الفيديوهات الماضية كان كتير قليل. هلا هو صحن وجيب شوي بس منيح، بدنا أكتر يا شباب. هلا لنبلش بحاجة 6 سنانير دي بدروب بيجوا مبطوجين هيك، هيون هون مدورين يكونوا كبار. عنا خرز فوسفور، بنسة الجيك، عنا هادي بكرة خيطان 120. هلا نحن أول خطوة رح نعملها هي رح نقص 3 خيطان منها، يكونوا طولهم متر. هي أول واحد هنقص، وهلا منقيس على أساسه منقص، بتكون خلصت أول خطوة. هلا أول خطوة منجيب الخط اللي قطشناه على المتر، منقيسه على النص هيك، نقطعش شوي هون هيك كرمال نعلن تقريبا النص. من هون خط الأساس اللي جاي من البكرة ناخده تقريبا على النص كمان هيك. هلا هون علمنا النص، هيدا الخيط اللي جاي من البكرة، هيدا اللي بدنا نربط فيه، حطه هون هيك، منخليه لهالمال الطرف التاني. هلا هيدا الطرف اللي بإيدنا منلكه من فوق الخيط 3 مرات، أول مرة، تاني مرة، وتالت مرة. نرجع الخيط اللي لكيناه منجيبه منطلعه من هون هيك، نخليه هيك ورا الخيط هيك. صار عنا هلأ هون صار عنا هاي الدائرة من فوق، قلنا مثل ما قلنا منحط الخيط هون. هلأ أهم شي مناش نضيع بين الخيط الأساسي والخيط اللي جبناه شقفة المتر. هلا عنا هي شقفة المتر بدنا نجيبها، خط الأساسي من البكرة بدنا نلكه على الخط الشقفة بهالطريقة كمان 3 مرات، بس أهم شي نتركهم فراغ هيك. أول مرة بيرجع، تانية، وهلا التالتة كمان. الخط الأساسي منطلعه بس هيدا فايت لتحت هيك، نحنا هيدا الخيط اللي بإيدنا لازم يطلع لفوق هيك. هلأ بس علينا إنه نشد ظهر شوي من هون. هلأ هي هالعمرة شوي صعبة، بس أكيد حتتعلموها بتفيدكن كتير. هلا منستعد بخينا كرمال يشد لنا الحبال، يكمش الحبل من هون ومن هون. هلا نحنا منشد من هون هيك، منشد هيك. خلصت بارت 1. صرت مثل ما شفتوا يا شباب، عنا هون هذا الخط الأساسي على خيطة من هون، هون منربط على سنارتين. هلا بالخطوة التانية يا شباب، بعد ما عمرنا هالعمرة هون، هون محل السنانير، دخلت خرزتين فوسفور من ميلة فوق من ميلة البكرة، بس أنا قصيت الخيط طيته مجال مترين وقصيته من هون، دخلت خرزتين، يعني سهلة ما بدها شي. هلا منحط الخيط هون على الطاولة منثبته هون. الخيط التاني طعجنا على النص مثل قبل شوي بهيدا، من هون هنجيب طرفه تقريبا نص الخيط هيدا، هيدا اللي هون نصه هيك، بنحطه هون على الخيط. هلا هون شو بنعمل؟ مثل ما عملنا هون بنلك 3 لكات، هاي التالتة
هيك كمان بنرجع لوين؟ لهون. أهم شيء مثل ما حكينا الخط الأساسي ما لازم نضيع فيه بخط قصيناه. هلأ هذا الخط اللي ظهرنا من هونيك، اللي ظهرنا من العقدة اللي هون، هذا الخط تبع خط اللي قصيناه، هذا الخط الأساسي. بدنا نجيب هذا الخط نفتل على الخط الأساسي، يعني هيك. هذه أول فتلة، الثانية، وهي الثالثة. هلأ شو بنعمل؟ هلأ كمان خينا بده يساعدنا هون، مش لنا هيدي. ونفس الشي بدنا نجيب الخيط الأساسي اللي قلنا طوله مترين، ندخله من الدائرة هون. بس شايفين هذا الخيط طالع لفوق، نحن لازم ننزله لتحت. هلأ هو بده يشد من هون، يلا شد 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 شد، بعد 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 لحتى يخلص. هلأ منشد هالخيطين هيك. هلأ أنا حشد، شفتوا كيف صارت؟ هاي هون أول صنارة، هلأ هون بدنا نشد ليطلع عنا تاني صنارة. رخ شوي هيك، شفتوا صار عنا هون أول صنارة تاني صنارة. منطلع عليها الفوسفورة لهون، يعني هيك صارت هون أول صنارة تاني صنارة، هون تالت صنارة، هون رابع صنارة. هيك بتكون خلصت بارت 2. هلا هون يا شباب كمان رجعنا بعدنا 25 سنتي، اللي هي عبارة عن نص الخمسين هون، ودخلنا خرزان فوسفور من هون. هلا هيدا الخيط اللي مايلت فوق بدنا نلكو على الخيط الأساسي، 3 لكات. هاي أول وحدة، وهاي الثانية، وهاي الثالثة. نرجع من هون نجيبه من هون هيك. هلا شو صار عنا؟ هذا هو الخط الأساسي، هذا اللي ربطنا فيه. هلا قلنا شو حكينا قبل شوي؟ انه نحنا لازم نفتله على الخيط اللي كان حاطينه، وهذا الخيط الأساسي. فعنا الخيط الأساسي هي بنخلي دائرة من هون، كمان الخيط الأساسي نفتله هيك 3 مرات، أول مرة، تاني مرة، تالت مرة. من هون الخيط طالع طلوع، نحنا شو لازم نعمل؟ ننزله من هون من هاي الدائرة، ننزله لتحت هيك. هلا كمان خيبك مش لي هول خيطان، هيدا وهيدا، وانا بشد هيك. رخي شوي، يعني صار عنا العمرة هون، عنا 2 فوق، 2 بالنص، 2 تحت هيك. هيك خلصت بارت 3. هلأ بارت 4، أول طرف من العمرة من هون تحت الثانية، بدنا ندخل خرزتين فوسفور. هاي أول وحدة، دخلناها. هلأ الثانية بنطلعهم لفوق لهون. هلأ كمان هون شو بنعمل؟ مترك مسافة 25 من قص الخيط الزايد، ونجيب المضور هيدا، دخله من هون. الربطة فيكن تربطوها، حيالله ربطة، بس تكون أهم شي ماكنة. أنا اللي حربطها، هجيب الخيط هيك قطوية طويتان هيك، برجع بعمل دائرة من هيدا. هيك صارت، بعمل دائرة من هون، بفتلو بقلب الدائرة 3 مرات أو مرتين حسب.
أنا حعمله مرتين وبزيادة، وهلأ شوي بنرجعكم بعد الشد. هلأ بهذا الجزء يا شباب، مثل ما قلت لكم قبل شوي، لما دخلنا هيدي اتخرزتها من هون خليناه من فوق. هلأ بعد ما ركبنا المدور شديناه، بننزل هالخرزة اللي هون لهون. كمان الميل التاني من العمرة نفس العملية، دخلنا خرزتين بس ربطنا المدور ورجعنا نزلنا واحدة لتحت. هلأ هون عند السنانير، عند كل سنارة نحط فيها تنتين خرزتين، كمان هون كمان هون. هلأ هاي العمرة حتكون 6 سنانير. هلأ نرجع نذكر شوي هون يا شباب، انه هاي العمرة ما فيها نعملها بخيطان مختلفين، عطول نفس الخيط. وانا بفضل الخيط يكون عطول فوق 100 عشان على الغمق ما بنعرف شو يضرب معنا. كمان نرجع نذكر الربطة عشان ما حداش ينساها. حط الخيط هون على النص، نفس 3 فتلات من فوق هيك، 1 2 3، نزل الخيط لهون، نزول نرجع. الخيط اللي طلع منه لهذا الخيط اللي ربطناه لهون هو حيكون هيدا، نفتله على الخيط الأساسي 3 مرات، نرجع الخيط الأساسي مندخله بس من ميلة فوق، إنه هذا الخيط نزلناه لتحت. شفتوا كيف؟ هاي السنارة صارت لتحت وهي لفوق، بس نشد إن هيك حيطلعوا. هيك بنكون خلصنا تقريبا كل شيء. هلأ عنا السنانير، السنانير نفس الربطة اللي ربطناها هون حنرجع نربطها هون، يعني ندخل هيك. بس أهم شي هون كمان نذكر بشغلة، إنه السنانير مش لازم تضرب بعضها عشان تعربس على طلوع ونزول. هلأ هون هياخدوا الخيط وقطع جوا هيك 2، اعمل دائرة هيك، طلع الخيط فيها مرتين او 3. هلأ 3 بيكون افضل، هيدي صاروا 3 مرات. جيب البنسة. هلأ عم اشتغل بخيطان سميكة اجباري، حيكون الشغل شوي صعب بس بضل افضل لبعدين. صارت هيك بعد ما فتلناها 3 مرات. جيب البنسة شدوا شوي. هلأ مشد السنارة، هيك نشد. هلا مثل عم تشوفوا صار عنا هون. هلا هون مش مشكلة انو تخلوا الخيط اطول عشان اذا زحط ما يعملكم مشاكل. نرجع ننزل خرزة الفوسفور لهون، يعني كيف بتصير عنا العمرة، صار عنا العمرة هيك. هاي اول وحدة وعليها سنارة من هون. هلا حنربط السنارة التانية، هنجيب السنارة التانية بس هلا بشكل أسرع شوي كرمال الوقت. عنا هيك بنعمل دائرة ظهر من الخيط مرتين، منشد. كيف هلا منشد بس طلع خالص هيك. شفتوا كيف هي؟ كمان قلنا بنخلي معنا شوية مجال نقطش. نرجع مننزل هيك، فرجيكم كيف صارت العمرة من هون. هيدا هون المدور أصل مرتين هيك. هلأ سنانير الباقي أنا حربطهم وفرجيكم آخر شيء الشكل الأخير كيف بيكون. يا شباب هذا صار شكل النهاية للعمرة. هون أكيد قبل الصاد بنعلق ضوضي بيدروب. من هون نزل منا سنارتين مثل ما وعدناكم. كمان ب
بالنص نزل منه سنورتين، بآخرها كمان سنورتين، هون بآخرها بنحط سخات 0.50 كرمال بس يلا التقال بالأرض يفقع عشان العمرة بكون كتير قوية، أحسن ما نخسر العمرة نخسر التقال. هلأ طعام أنا بستعمل بلاميدا، بجيبها بقطع شقافة بعلقها هون، أو ريدس كالامار، أو أتس كمري بس يطلع معي طازة، حيلا شي طعام بس يكون طازة بينفع. وهيك أحلى أحلى عمرة إنه بينزل السنورتين من هون وما بتيجي طويل كتير عن الأرض، بتيجي هيك قصيرة طولها تقريبا متر هي. هلأ يا شباب نرجع نذكر بأهم شيء التفاعل، ما عم يوصلنا تفاعل كتير عالي. وشكرا لكم على المشاهدة، حطونا لايك واعطونا آرائكم بالكومنت.